ان الساق يفرض مستقبل جيبس حمادي على الدفاع على الملعب الجيبسي. مراد الهذلي اسرع مستقبل جيبس في الوصول لمناطق المنافس. الكرة ضربة جزاء من إشارة من ضربة جزاء. صارم الحكم يعلن ضربة جزاء لمستقبل جيبس مقابل إقصاء مراد الهذلي. نتابع علي عبد العزيز القشي تذليل الفرق. برشا متغيرات، ضربة جزاء والإقصاء لأحد أبرز اللاعبين في الملعب في مستقبل جيبس، وبالطبع جمع زوز إنذارات مراد الهذلي. يستحق فريق مستقبل جيبس الهدف الثاني اللي جاء عن طريق ضربة جزاء. ثم مجهود كبير قاموا به لاعبين مستقبل جيبس، حاولوا يدخلوا على اليمين، حاولوا يدخلوا على اليسار، حاولوا يدخلوا حتى خاصة من محور دفاع فريق الملعب الجيبسي. جاءوا العديد والعديد من الفرص خاصة عن طريق اللاعب لمجد عامر، توا هدف تذليل الفارق. لكن الإقصاء بتاع مراد الهذلي بصراحة اللي موش في وقته، موش في ساعة الفريق بتاعه، الانذار الثاني وي. صحيح معناها ربح ضربة في دورة الضغط في وسط الميدان. يخسر الكرة يوسف الفوزاعي، أمير العمراني ينتظر المساندة لمجد عامر التوزيعة. شوفوا الكرة إلى أمير العمراني دائما في مناطق الملعب الجيبسي. لمجد عامر هدف التعادل. إذا سليم الزكار ممتاز، سليم الزكار الكوتشينج بالنسبة الكوتشينج من جانب المدرب اسكندر القصري، هدفين مقابل هدف. وسليم الزكار اللي خذا مكانه، قلت لاعب يحذق الوصول والتسجيل والتمركز في مناطق المنافس. اذا هدف التعادل لصالح مستقبل جيبس. اعاده من جديد للتوزيع الدقيقه من أمير العمراني، ثم لمجد عامر وسليم الزكار بامتياز يتمكن من التسجيل وتفادي الأسبقية الممضاة في الشوط الأول لصالح الملعب الجيبسي. إذا هدفان مقابل هدفان بين مستقبل جيبس والملعب الجيبسي، والنجاعة والتصويبة الرأسية الحاسمة من سليم الزكار. دفاع ملعب الجيبسي في الحاله هذه عبد الرحمن ما صعدش، المفروض يصعد مع بعض، وخلى الامكانيه الامير العمراني انه يلقى المساحه ياخذ كره باس اللاعب لمجد عامر اللي